النهارده عايزه اكلمكم ايضا عن الفساد. وبقالنا فتره الرقابه الاداريه هي راس او الرمح بتاعنا، وهي راس الحربه في مقاومه الفساد. عندنا الرقابه الاداريه وعندنا اجهزه اخرى كثيره من الداخليه من الاموال العامه، لكن الحقيقه ان مؤخرا احنا بقالنا فتره بنسمع عن قضايا فساد كبيره يتم الكشف عنها. وعندنا ارقام كتيره جدا، لكن الحقيقه انه يعني مثلا عندنا من اخر قضيه او في قضايا كتيره جدا، منها قضيه مجلس الدوله وغير مجلس الدوله، يعني عندنا عدد كبير من القضايا تم الكشف عليهم مؤخرا. في مقدمه الجهات اللي شغاله على هذا الامر الرقابه الاداريه برئاسه اللواء محمد عرفان، والحقيقه ان اللواء محمد عرفان الرئيس يعني شكره شخصيا، واحنا كمان كمواطنين لازم نشكره على هذا العمل الجاد، لانه قرر انه يدخل عش الدبابير، وقرر ان هو ما يسكتش وما يعني يتواناش، وان هو يعني يخلي كل هيئة الرقابة الإدارية تركز في كشف الفساد في كل مصر، مش بس. وعلى فكرة في أماكن دخل فيهم يعني زي مجلس الدولة، مع احترامنا للجميع، يعني محدش كان ممكن يقرب من هذه الأماكن، محدش كان ممكن يقرب من حتت كتيرة جدا. قرر اللي هو محمد عرفان وهيئة الرقابة الإدارية انها تدخل عش الدبابير، تفتح الملفات وتقول لا انا مش هسكت على فساد حتى لو كان معشش بقاله سنين طويله. لكن الغريب بقى ان كل ما بتتكشف قضيه فساد تلاقي ردود افعال برضو زي ردود الافعال على محمد صلاح كده، تحس ان المجتمع قرر ان هو يعاقب نفسه دايما. المجتمع مش عايز يبقى رحيم على روحه ويقول وبيبقى سعيد باي شيء، مجتمع قرر ان هو يبقى ناقد، مش كل المجتمع طبعا ولكن البعض، يبقى ناقد، يبقى قاسي، يبقى عنيف. فتتفتح قضية فساد ويعلن عن قضية فساد فيقول لك ما الفساد في كل مكان. هو انتوا بتكشفوا عن حاجة، ده انتوا بتكشفوا بس عن اللي على فوق السطح. هو انتوا تقدروا تقربوا من كذا ولا كذا ولا كذا؟ ما هم بيقربوا اهو، دول دخلوا هيئات قضائية. ايه اكتر من كده؟ دي كانت اماكن لا يمكن الاقتراب منها، لكن إذا وجد الفساد وحيثما يوجد الفساد، هذه الهيئات سواء الرقابة الإدارية أو الأموال العامة أو غيرها هتدخل وتكتف جذور هذا الفساد. يبقى احنا نبقى سعداء ونسقف للناس ونقول لهم شكرا، ولا نقطع نفسنا ونفضل نجلد الذات ونقول ده انتوا ما هي شوية قضايا تافهة بتلهوا بيها الناس، ما هو انتوا عشان الناس مش مبسوطة وعشان في أزمة اقتصادية بتحبوا تلهوا الناس كده بكام قضية اسمها انكم بتكتثوا الفساد والكلام ده كله. ما الفساد موجود من زمان، ما البلد كلها فاسدة. لا البلد كلها فاسدة، ولا الفساد موجود في كل مكان، ولا البلد معشش فيها الفساد في كل حتة. في قضايا فساد، لكن في ناس أيضا شرفاء. في فساد وقضايا مهمة، لكن أيضا في موظفين محترمين، وفي موظفين بيأدوا دورهم، وفي ناس بتحافظ على فلوس البلد، وناس بتحافظ على سمعتها وسمعة البلد. أرجو أن احنا نكون بس رحماء بأنفسنا، رحماء بأنفسنا، ولما حد يعمل حاجة كويسة نقول له شكرا. بقت صعبة قوي علينا كلمة شكرا، بقى صعب قوي أن احنا حتى نحس بسعادة أنه في حاجة بتحصل كويسة. لا، احنا على طول عايزين نحس بتعاسة ونحس بأخبار وحشة. احنا بنقول لكم كل الأخبار، لكن لما يكون في حد بيعمل حاجة كويسة لازم نقوله شكرا. واحنا بنقول شكرا للواء محمد عرفان والهيئة الرقابة الإدارية ولكل الجهات الداخلية كمان لها دور، كل الجهات الأموال العامة، كل الجهات اللي بتقوم بدور مهم في هذا الأمر.